ألو، صبحكم الله بالخير. العشرة يعني التشكيل، أريد أدربه معزول عن بقية اللاعب، يصير؟ أوكي، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. أنا عندي ذول العشرة اليوم، الأربع مدافعين، إيش قد عندك وسط بالتشكيل؟ أربعة وثلاثة، المهم التشكيل الأساسي آخذه وأضعه في فعالية تدريبية، مثلا بدني فني كما ترى. هذا يعني تمرين أنا برأيي يطغى على الجانب البدني جيد جدا، لأن هاي المسافات هي عبارة عن 15 ياردة 15 ياردة 15 ياردة، والأربعين ياردة هي العمودي، فيصير عندي 45 في 40 ياردة، مقسمة إلى 3 أقسام بالعلامات. زين، فشوف البدني، اللاعب الأول عندهم كرات، كلهم عندهم كرات، فاللاعب الأول دحرجة، لا تنسى هاي قلنا 40، فإذا قسيتها قياس ضمن المربع تطلع 30 ياردة، لأن يعني ما راح يبدأ دحرجة هو من خط إلى خط، لا يعني، فدحرجة لياقة بدنية عالية، ثم مناولة إلى ثين، ثم الركض قطريا ورجوع إلى الزاوية البعيدة فوق. زين، بينما الثين يستدير دحرجة وعنده خط منطقة الهدف اللي هي 15 ياردة، يهيئ الكرة للاعب رقم واحد اللي يكون وقت توقيت ركضة جيد حتى يحاول يصوب من اللمسة الأولى. ولاحظ أنه 2-1 بتوقيت جيد وعدم وقوع بالتسلل بالنسبة للاعب رقم 2 اللي تابع الكرة، أنه 1 كذلك بعد التصويب تابع الكرة، فيصير عندنا 2 بالمتابعة. هذه ما أريد تنسوها، المفردات اللي ما تلقوها البسيطة عند بعض في بعض الفعاليات التدريبية المنشورة لناس يعني ما عندهم خبرة. للمتابعة الكرة وتعويد ذول العشرة على متابعة الكرة ضروري. هل يعني أنه ما نعتني بالبقية؟ لا، نعتني بالبقية، لكن إذا عندي عدد كبير أنا أخذ 10 أو 8 والمساعد يأخذ 8 مثلا، أو أخذ ذول بعد أن أخلص من ذول يجون الباقين للفعالية التدريبية، فالكل يأخذون الحصة التدريبية، لكن أنا ما أستطيع أن أجمع هنا 10 وهنا 10، يصير الوقت طويل، فنقلق ما يعرف بميزان معدل الشغل للراحة. هذا معدل الشغل للراحة زين، لا تنسى أن كل اللاعبين 1 عندهم كرات، يصير التصويب ويصير المتابعة، وبعد الانتهاء 2 يروح بالهرولة خلف مجموعات 1، وواحد بعد التصويب يهرول خلف مجموعات 2، وتستمر الفعالية لعدد معين من التكرار. الأحسن الأحسن يعني أنا برأيي أنه تعطي عدد معين من التكرار وتغير مواقع المجموعتين، فيصير التمرين اللي كانوا بالأعلى يصيرون بالأسفل، واللي كانوا بالأسفل رقم 2 يصيرون بالأعلى، وتعيد الفعالية بعكس الاتجاه. الأحسن في تدريب كرة القدم في مثل هذه الوضعيات التدريبية، فالعشرة من تأخذهم وتدربهم لا يعني أنه أنت نسيت بقية اللاعبين، وإنما لأن أنت تريد تدرب التشكيل، التشكيل الأساسي، فهذا ما يمنحك عذر أن تترك البقية، تأتي بهم وينفذون نفس الفعالية اللي نفذها التشكيل، لا بأس، ممتاز، ويكون هناك يعني حرية مطلقة لك بعد هذه الفعالية أن تفعل ما تريد بالوحدة التدريبية طبقا لما خططت له لهذا اليوم. أنا اليوم أركز على البدني كثير كثير في هذه الفعالية التدريبية، وأريد أحول الركض، لاحظ الركض اللي يصير إلى ركض كرة قدم ينتهي بفعل كرة القدم. أنا موفق المولى صلى الله عليه ولكم الصحة والعافية، رحم الله أمواتنا وأمواتكم، إن شاء الله أدخلهم فسيحة جناني، فإن الله أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.